السلام عليكم. اذا حبيت تصبغ الجدران ولا تصبغ السقف، اول حاجه ديرها تبدا تريشومبي. واش يحب يقول دير لي ريشومبي تاعك. لي ريشومبي شنو هما؟ هو تمرير الفرشات على الزوايا. هاي كيما انا دوكا انا راني نمرر لي ريشومبي تاعي الفوق، ونستعمل كذلك باب دو لابان، هذا الرولو هذا. علاش؟ باش نحي لي طراس. كي نضرب هكذا بالبانسو نعاود نجوز بالرولو باش ما يخرجوليش هذوك الخطوط تاع البانسو تاع الفرشه. وكاين حاجه اخرى، هي انه كي تكون دير في ريشومبي تاعك وتمرر الفرشات على الزوايا، لازم تبعد على الجدار حوالي 10 سنتيمتر. لماذا؟ باش انت كي تولي تخدم بالرولو ما تقيسش هذيك الحافه تاع الجدار. شوف الريشومبي تاعك، انت تخدم الزاويه لحقو حتى لهنا هكذا واحد 10 سنتيم. لماذا؟ باش انت كي تولي تجوز الرولو تاعك، كي تجوز الرولو تاعك ما تقيسش الجدار، انت تمشي هنا الرولو تاعك هكذا على هذه الطريقه باش ما يقيسلكش في الجدار، ومن بعد تولي تروتوشيه بالبانسو. نتمنى ان شاء الله تكون وصلت الفكره. الله يعاونكم وبارك الله فيكم.